يبقى مع أخذنا باب الآنية وأخذنا المياه صح، وإيش بقي؟ آداب قضاء الحاج. نعم، آداب قضاء الحاج. نعم، من يقول لي آداب قضاء الحاج يا شباب؟ ها الشخص ينقطع عن ذكر الله، يقول لابد قبل أن يدخل ينقطع عن ذكر الله، إذا دخل الخلاء ينقطع عن ذكر الله، تمام، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله كالمصحف كتب العلم، تمام. ماذا يصنع قبل الدخول؟ أعطيني واحد، وكل واحد يقول آشر قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالتسكين أفضل، تمام، ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس منزل ومسجد، تمام. وإذا خرج قال غفرانك. طيب غيره، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الأفضل واللي أحوط في بنيان وفي غير بنيان، مفهوم؟ أحوط، تمام، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، وغيره يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس وجوبا، إما أن يدخل أكرمكم الله لهذه الحمامات يغلق الباب، أو جدار، سيارة، شجرة، وإن لم يجد شيئا يبعد إذا كان في الفضاء وجوبا، تمام. يصح له أن يبول قائما بشرطين، يصح له أن يبول قائما، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، بشرطين، اختل شرط أصبح البول قائم وحر. الشرط الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف، الثاني أن يأمن أن لا يرتد عليه رشاش البول. ولهذا من آداب قضاء الحاجة يختار مكانا لقضاء الحاجة، مكان رخ ليس صلب، وإذا لم يجد إلا أماكن صلبة ماذا يصنع؟ يدنو من الأرض. لا يصح له أن يأتي الحاجة في أماكن يؤذي فيه الناس ولو كانوا كفارا ولو كانوا أهل بدع، يعني مثلا أماكن يجتمع فيها أهل بدع يأتي أكرمكم الله يتغوط في هذا المكان، لا يا إخواننا. يقول ابن سعدي رحمه الله، يقول الحق لا يبين إلا بالحق. أنت الآن تريد تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدافع بنعل يضعه على وجه ماكرون وكذا، لا، تدافع عن الحق بماذا؟ بالحق، صح؟ أي نعم. والله أنه هذه الأزمة التي حصلت حصل قدرها الله، حصل بها خير كبير، كثير من الكفار عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، صحيح انتشرت طبعت كتب كذا، فإذا أردنا أن ننشر الحق لا ننشر الحق إلا بالحق، لا نرد على الباطل إلا بالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، صحيح أو لا؟ أي نعم. يقول بعض بعض العلماء لو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء، على الصوت عالي، عامل هؤلاء بماذا؟ بحسن الخلق، لكفى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قضى عليه. إذن الحق يبين بالحق لا بالباطل. طيب، لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس، تحت الأشجار المثمرة وفي الطرق، في أماكن جلوس الناس، حتى أماكن عند الأماكن يتشمس فيها الناس خاصة الآن مع الشتاء، صحيح والله، أي نعم، تحت الأشجار المثمرة، أماكن المنتزهات، الحدائق، المساجد كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. طيب، الوساوس قلنا أكثر ما تكون في الطهارة، فهذا الذي يصنع بعض الناس من أنه يقفز أو يتنحنح أو يتحرك أو يمشي، أو مثلا يقول يعصر أكرمكم الله الذكر أو كذا، هذا كله ليس من الشر، أنت تصنع الذي كلفك الله سبحانه وتعالى به،
بعض الناس يوسوس ويظن أن به سلس بول، وهو في الحقيقة ما فيه إلا العافية، ما ليس به شيء، وسارس. وهذا الذي ينزل قطرة أثر غسل الذكر بالماء، ولو كانت نجاسة 100% قطرة يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن يسير النجاسات. وليس بك سلس بول، سلس بول يعني أكرمكم الله نزول البول ليس قطرة. طيب، لا أسئلة ممنوع ولا نصف سؤال، تعذرني. إذن مررنا الآن على غالب الأبواب. ها، من يذكر لي اللي مررنا عليها الآن؟ ها يا شباب، ها، لا حول ولا قوة. نعم الشيخ، الطهارة ماذا ذكرنا؟ المياه قسمين، والآنية الأصل أن في الآنية الطهارة والحل إلى آنية الذهب والفضة. طيب، وقلنا آنية الكفار ثلاثة أقسام، نعلم طهارتها طاهرة، نعلم نجاستها نجسة تغسل قبل أن تستعمل، نشك الأصل الطهارة. والحيض قلنا ثلاثة أقسام، معتادة ومميزة ومتحير. أداب قضاء الحاجة وغيره. ها.